خويا السلام عليكم. انا شايفه طاكسي مهني وهيد 20 عام في هاد الحنطة هادي، وحنا كانت عندنا محطة راه كانت داخل، دابا استغلوا هاد بيع وشرايا وداروا فيها شوايا وداروا فيها قيعطان ولاو فيها مولين دجاج، وحنا جينا الشانطي هنا، وحنا دابا الشانطي محبوس ما نسيبو فيه نعمرو، وكاين الغيس وكاين الطويس وكاين الكار كنعمرو في طريق شحال شحال ما حنا كنوقفوا هنا كيجيو الكراس يضربوا لنا الطوبيلات، ما كاينش الجامعه هضرنا معاه باش تصاوب لنا المحطه ما كاينش، وحنا كنعانيو هادي 15 عام ولا 16 عام وحنا كنعانيو في هذه المحطه هادي ما داروهاش لينا، ودابا راه فيها انت شو الدير اللي كاينين فيها، كاينه فوضى ما لقاو فين نوقفوا، ما كاين لا رئيس الجامعه لا السلطه ما منظمش هذا الشيء اللي دوينا معاك يقول لك دبر راسك، ما عرفناش حنا فين غنتاجوا على هذا الشيء. اسبوعي ديما كنلاحظوا مشاكل هنا، كنعمروا وكنبقاو واقفين في الطريق وكيحبس لنا الطويس الطريق، وكنبقاو واقفين بالبلايص ديالنا والحال سخون والبلايصين نزلوا لينا والتكرفيس. هذاك الشيء هادشي مشكل في المحطه، ما لقيناش مع من غندويو، شدنا تاعينا وخرجنا من الكراج وجينا للطريق، والطريق راه مزاحمه ونضرب مسادين علينا هنا، راه ما كنخدموا ما والو، وراه المشاكل وكاين الغيس وكاين الحاله اش غنقول لك. ما كاين حتى حاجه، المحطه هي غتشوفوا فيها القدام هي غتبان لكم كل شيء ضياء ومشاكل كاينه. هضرنا مع الرئيس، هضرنا مع القائد، هضرنا مع كل شيء، ما كاينش اللي كيدخل كيقول لك اخويا احنا ما عندنا ما نديرو لك، رئيس الجامعه ما كانش ما يجيش عندنا كاع ما نشوفوش كاع ما كاينش، وشحال من عام وانت كتشوف ها انت تشوف كيران طويسات حابسيننا نعمرو تالعين ونلقاو واقفين في الطريق. وشكرا. خويا انا حريفي في الطاكسي عندي فوق 30 عام وانا خدام في هذه الحرفه هذه، نهار على نهار كترجع للور، لا محطه، الغلاء ديال المازوط ما بقاش يشط لينا والو، النقل السري بزاف ديال المشاكل، ما كاينش حتى محطه، الكيران طوبيس ما كاينش حتى فين نوقفوا، شو الحاله كيفاش دايره انت، ما عندناش كاع فين نوقفوا. هذه الحرفه هذه هي شريفه، ولكن الناس اللي كينظموها وكيسيروها ما ماشي في المستوى، وليلة هيلا المازوط راه ما بقاش شاط لينا معاه والو، والمحطه راه كاينه الهيل داخل، ورحنا دابا جينا احنا واقفين دابا احنا في الشارع، دابا احنا واقفين في الشارع، شو هاد المشاكل اللي كاينه دابا، هاد العنقره اللي كاينه، كيفاش هاد الحرفه شريفه، ولكن الناس اللي مسيرينها والناس اللي سميتو ما وصلوش المستوى ديالها. لا اله الا الله وصافي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.